السلام عليكم. واش فروسكم بان البنك المركزي ديال الجزائر وديال الكراغيله وديال النظام الجزائري بسرق لنا الشكل ديال 20 سنتيم المغربيه من بعد ما خرج 10 ديال الدنانير بالشكل اللي 20 سنتيم ديال المغاربه؟ من بعد ما سرقوا لنا الجليج المغربي، ها هو الزليج المغربي اللي منذ القدم وتعرفوا بان النقش ديال الزليج المغربي فقط المغاربه اللي كيديره. ناض البنك المركزي ديال الجزائر في هذه الفضيحه الجديده تياخذ نفس الشكل ونفس الديزاين اللي كاين في 20 سنتيم ديال المملكه المغربيه اللي خرجها البنك ديال البنك المغرب قبل ايام. ما لقاو ما يديروا النظام الجزائري، ما لقاو ما يديروا الكبرانه، ما لقاوش الفارغين من الهويه الا انهم ياخذوا لنا الشكل ديال 20 دينار من بعد ما خداو لنا الزليش، خداو لنا القفطان ديال المملكه المغربيه، خداو لنا جميع ما هو مغربي. هنا تيبان لك بان النظام الجزائري مفرغ الهويه، وعبد المجيد تبون وشنقريحه والنظام في الجزائر والكراغله في الجزائر، الهم ديالهم الواحد شنو هو؟ هو انهم ياخذوا كلهم مغربي. غتبقاو تعرفوا معنا اكثر الا تفضلتوا بالبقاء معنا. هشام خضري قناتي، لا تنسى الاعجاب والمشاركه. المغرب اولا ولا غالبا الا الله، وعشا المغرب ولا عشا من خلا. يعلم الله كم احبك يا وطني، ويعلم الله كم ادافع عنك يا هذا الوطن. غنزيدوا هذه، ويعلم الله كم انا احب كل ما هو مغربي. كل ما هو مغربي تتسرق من النظام، من الكراغيله، من الحكام ديال الجزائر المفرغين الهويه اللي ما عندهم لا شغل لا حتى حاجه، انهم تيقابلوا المغاربه اي حاجه مغربي تيهزوا به. هاد الشكل ديال هاد 20 سنتيم ديال من النقود المغربيه اللي انضربت قبل ايام، فهي فيها الطاقات المتجدده اللي كاينه في ورزازات، فيها كذلك الطاقات الريحيه اللي كاينه في طنجه، وكاينه في ميدلت، وكاينه حتى عندنا هنا، وكاينه حتى ميدلت كنعرفوا نور واحد ونور جوج ونور ثلاثه اللي جايه في المستقبل، اللي غادي تكون اكبر محطه او اكبر حقل للطاقه الشمسيه في العالم، الى جانب المحطه ديال السولار اللي كاينه في كاليفورنيا في الولايات المتحده الامريكيه. فنظام الجزائر المفرغ من الهويه كما كنقولوا ما لقى ما يدير من بعد ما خدا الزليج المغربي وقال لك بان ديالهم. وحنا كنتواجدوا في هذه البلاصه هذه في ميدلت، كان جالسين في المركب الديني اللي عطى الانطلاقه ديالو وشنو في الزياره الملكيه جلاله الملك محمد السادس نصره الله. هذه الجماليه اللي حنا جالسين في وسطها ما تلقاهاش في الجزائر ولا تدور. لا ستنينه مثلا تلمسان، تلمسان اللي هما تيقولوا الناس في التاريخ بانها مدينه مغربيه، حتى ان الناس كانوا كيقولوا زمان الا كان الحرت باللسان يكون الحرت من هنا حتى لتلمسان، يعني ما كانتش حدود ما بين تلمسان والمغرب، يعني كانت المغرب وتلمسان كانت مغربيه. اذا هذه اللي غنحطكم في الصوره باش تعرفوا بان المغاربه حنا اليوم امام واحد السرقه كبيره تيقوم بها نظام الجزائر، كيقوم بها الكراغله، وتيقوم بها الحكام ديال الجزائر اللي ما لقاو ما يديروا الا انهم يحاولوا يحطوا دائما الحجره في الصباط للمملكه المغربيه السائره في النمو تحت القياده الرشيده لجلاله الملك والرؤيه السديده والحكيمه ديال سيدنا الله ينصره. وصلتوا المغاربه حتى لهنا، عرفوا تنبغيكم بزاف، خليتكم على خير، نتلاقاو في فيديو اخر. السلام عليكم.